انطلقت أعمال وإجراءات وإقامة المنطقة البترولية في منطقة التبين بالقاهرة الكبرى، وخلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للمناطق الجغرافية البترولية، أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن المنطقة البترولية تقع على مساحة 1000 فدان، ومخطط لها أن تضم عددا من المشروعات في مقدمتها التوسعات الجديدة بالبنية الأساسية للشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية كشرايين جديدة إضافية تخدم حركة نقل الخام والمنتجات البترولية من وإلى صعيد مصر عبر منطقة التبين لشركات أنابيب البترول، علاوة على أنشطة لشركات بتروجيت وبتروجاز وغاز مصر والحديثة للغاز والتعاون للبترول. اتفقت مصر والسعودية على عقد ملتقى استثماري موسع بالقاهرة لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية أمام رجال القطاع الخاص السعودية، وبما يسهم في إقامة مشروعات مشتركة بين المستثمرين في البلدين، مع منح أولوية للمستثمرين السعوديين الحاليين في مصر والذين لديهم الرغبة في إقامة التوسعات لمشروعاتهم. جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مع وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، بهدف بحث تعاون التطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين في فعاليات المؤتمر الوزاري 12 لمنطقة التجارة العالمية والمنعقدة بمدينة جنيف السويسرية. وقعت وزارة الزراعة بروتوكول تعاون في مجال تحسين سلالات الثروة الحيوانية مع البنك الزراعي المصري وإحدى الشركات المصرية، ويستهدف البروتوكول توزيع رؤوس ماشية عالية الإنتاجية ثنائية الغرض على صغار المزارعين بقروض ميسرة ويتم السداد من عائد الإنتاج. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحسين سلالات الماشية بما يسهم في زيادة الثروة الحيوانية والألبان، وكذلك تغطية الفجوة الاستيرادية من اللحوم وتوفير العملة الأجنبية. نتحول إلى البورصة المصرية والتي تباينت مؤشراتها بختام تعاملات جلسة اليوم أولى جلسات الأسبوع، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع في حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء. وقد سجل رأس المال السوقي مستوى 668 مليار ونصف المليار جنيه، وذلك وسط تداولات إجمالية بلغت نحو 1,800,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إي جي إف 30 عند مستوى 10,235 نقطة، وأغلق عند مستوى 10,097 نقطة، وذلك منخفضا بنسبة 1.35%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2,857 نقطة، وأغلق عند مستوى 1,860 نقطة، ليصعد بذلك بنسبة 0.18%. كما فتح أيضا مؤشر إي جي إكس 100 واسع النطاق عند مستوى 2,765 نقطة، ليغلق عند مستوى 2763 نقطة متراجعا بنسبة 0.05%. نتحول مشاهدينا إلى أسواق العملات الأجنبية، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 18 جنيها و63 قرشا للشراء و18 جنيها و74 قرشا للبيع. اليورو 19 جنيها و59 قرشا للشراء و19 جنيها و72 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 22 جنيها و95 قرشا للشراء و23 جنيها و9 قروش للبيع. وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي اليوم 5 جنيهات و7 قروش للشراء و5 جنيهات و10 قروش للبيع. الريال السعودي وصل إلى 4 جنيهات و96 قرشا للشراء و4 جنيهات و99 قرشا للبيع. هبطت معظم بورصات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط بشدة، مقتفية أثر نظيرتها العالمية وأسعار النفط التي تراجعت في الجلسة السابقة بسبب المخاوف المتعلقة بأن يؤدي ارتفاع في التضخم الأمريكي شهر مايو إلى تجديد السياسة النقدية لفترة طويلة. فقد هبط المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية بنسبة 2.2% متأثرا بانخفاض حاد في أسهم القطاع المالي وقطاع الطاقة. كما تراجع مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت بنسبة 2.9%، وتراجع أيضا
مؤشر بورصة البحرين بنسبة 69%، بينما انخفض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 21%. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لإيمان وسحر إليكم.